عبد المجيد بن حسين رئيس هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم جينا باش نوضعوا واحد الشكاية ضد هذا السيد اللي شهر بينا وشهر بالمغاربة. هاد السيد هو بلا حدود اللي معتقل دابا في صاحب قناة غير قانونية، حنا ما تنعترفوش بها. هادو واحد العصابة إجرامية فيها هاد السيد هذا وفيها السيد اللي في ميريكان وفيها بعض الناس. ومهم حنا ان شاء الله رحنا في صدد باش نديروا واحد الشكايه جماعيه ضد هاد الناس اللي كيمسوا بالكرامه ديال المواطن المغربي، وهما تيبازيو على المراه المغربيه وتيمسوا حتى المؤسسات ديال الدوله والمقدسات ديال البلاد. فان شاء الله كاين واحد الاجراءات اللي غادي يداروا ان شاء الله باش غادي يجيو كاملين ان شاء الله لهنا وغيتحاكموا، لان حنا تنتحاكموا معاهم للقانون. هاد الناس كيسبونا وكيشهروا بينا، فحنا راه كناخذوا تناخذوا قرص مدمج وكنديروه للطريق عون القضائي والقضاء. تتفرغوه؟ القضاء يقول الكلمه ديالو، حنا ما تندخلوش في هذاك الشيء. هذا الشيء اللي كاين استاذ. بالنسبه لك شنو الرساله اللي جبتي لليوتيوبرز اللي باقي طايشين؟ هذوك ما فاهمينش لان المشكل اللي وقع هما كياخذوا واحد المواضيع من عند واحد الناس اللي هما اصلا ما فاهمينش، بحال شي بعض الكلمات اللي كيبقى يداولوها وكارثه. ما تيعرفوش حتى الشرح ديال هذيك الكلمات. بعض المرات ملي تسمع انت الحكم جائر وكيبداو كلهم كيداولوا هذاك الشيء وما تيعرفوش شنو هي هذه الكلمه، يعني راه تشهير بالقضاء. وكاين بعض المرات احكام كتصدر باسم جلاله الملك، فهمتيني، وكيطعنوا فيها. هاد الناس راه خاصهم يتحاسبوا، وحنا ان شاء الله عندنا شكايات امام القضاء وما غاديش نتخلعهم شي حد. حنا غادي نطبقوا سميتو كما تيقولوا المغاربه المسطره وتطبيق القانون علينا وعليهم، واللي عنده شي مشكل يمشي لنا للقضاء، ولا عندنا شي مشكل حنا غنمشيو للقضاء وما بقاوش يخلعونا وما بقاوش يرهبونا. حنا ما غاديش نرجعوا اللور، لان هادشي كيمس بلادنا والمقدسات ديال بلادنا. الناس اللي تيعيروكم من خارج الوطن شنو تقولوا لهم؟ وحنا بغينا نعرفوهم بعدا هذوك شكون، خصهم يديروا لنا البطاقه ديالهم بعدا يعرفوا واش مغاربه بعدا ولا تزايريين ولا بوليزاريو. دابا حنا الناس شنو دابا حنا خصنا يشرحوا لنا على الاقل. هادوك الناس دابا اللي تيقولوا دايره شعار ديال المغرب وكتسب المغرب وكتسب المقدسات وكتسب الاحكام فسميتو تطعن في الاحكام وكتطعن في المؤسسات ديال الدوله، وبغينا نعرفوها بعدا خصها دير البطاقه الوطنيه ديالها، خصنا نعرفوها شكون هي، لان حنا تنشكوا في هاد الناس هادو. مثلا حيت المغربي الحقيقي راه تيمشيو يخدموا على راسهم في الخارج، كيخدموا على والديهم وكيخدموا. هادو واش عندهم شي خدمه؟ ما عندهمش. مين مولين فينا هما؟ هادو تكوين عصابه اجراميه ان شاء الله، والله العلي العظيم تغي تحاكموا. وان شاء الله عندنا شكايات باش غادي نوضعوها قريبا، نوضعوهم عند رئيس النيابه العامه وعند السي الحموشي، لان هادو خصهم يتحاسبوا ونعرفوهم شكون وشكون اللي تيمولهم. لان كاينين الناس هنا كيديروا لهم الاشهار، يعني هاد الناس راه البلاد شو كيدير؟ الحمد لله كاين الامن والامان، وتصوروا للناس بان الدوله راه فيها حرب. هادو خصهم يتحاكموا، راه خصهم يتحاكموا، خصهم يجيو للمغرب. حنا ان شاء الله غنديروا وقفات احتجاجيه على هاد الناس، خصهم يجيبوهم. بالنسبه للطعن ديالهم في المؤسسات باش يبغوش يوسخوا الصوره ديال البلاد ديال المغرب. هما دابا شوف، هما هاد الناس كاين شي حاجه اللي هي وعصابه منظمه، كيخرج هذا واحد القسمين تيخرج الاخر ساعتين، الاخر كيخرج ربع ساعه، يعني دايرين بحال التران ديال الدار البيضاء الرباط. عصابه ان شاء الله. دابا رحم زعما بيبي مازال كتعطي بعض الحقائق اللي هي في الحقيقه راك شفتوها انتوما. حنا دابا هاد الناس يعطيو الكذوب، تيتهموا الناس بالكذوب، تيغلطوا الراي العام. وسمحوا لي تنخرج عاوتاني، راه عيط علينا الاستاذ. السلام عليكم، معكم عبد المجيد بن حسين رئيس هيئه الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان. اليوم جينا باش نطالبوا بالحق المدني. هذا السيد هذا راه سبنا وشهر بينا. الناس اللي كيسبوا مازال تيسبوا المواطنين وتيسبوا المؤسسات، واليوم راه اجلوا هذا الانزلاق من 23، ومن بعد كاين عاود التاريخ ديال 26 الخميس. يعني احنا ماشي ضد هذا السيد هذا، ولكن ضد هذيك الافعال اللي كيقوموا بها. وهذا الشيء خصو يكون عبره للناس اللي باقين اللي كاينين في الخارج، اللي كيسبوا المغاربه وكيسبوا مؤسسات البلاد وكيهينوا حتى القضاء. راه ماشي غير احنا بالنسبه لنا احنا مواطنين عاديين، ولكن راه كيمسوا القضاء، كيمسوا سميتو المقدسات ديال البلاد، المؤسسات. وهذا هذا الشيء منهج، هذا الشيء بحال عندهم واحد الاتفاقيه، يعني هما راه ان شاء الله غادي تكون ربما غتكون واحد الشبكه، وغادي يكون واحد عصابه اجراميه
ديال هاد المسائل الالكترونيه، وغادي يتعاقبوا عليها ان شاء الله في المحكمه، وهذوك راه غادي يجيبوا. احنا بغينا تنقولوا لهم من هذا المنبر ديالكم، بغينا نشوفوا هذوك اللي كيسبوا البلاد وكيسبوا المؤسسه ديال البلاد، بغينا يورينا هالبطاقه الوطنيه ديالهم واش مغاربه بعدا ولا ماشي مغاربه، حيت هما راه تيديروا رايه ديال المغرب وكيديروا التصويره ديال سيدنا وتيبداو يسبوا في المؤسسات ويسبوا في البلاد. هذوك خصهم بعدا يعرفوا بنفسهم شكون هما، حنا كنشكوا فيهم. حنا تنقولوا لهم الا ما عرفتوش بالبطاقه ديالكم كمغاربه راه حنا عندنا يعني تيراودنا الشك بانكم نتوما ماشي مغاربه. خصهم يبينوا البطاقه الوطنيه باش نعرفهم واش مغاربه، لان هاد الافعال اللي كيقوموا بها هادو ماشي ديال المغاربه، ماشي ديال المغاربه. اذا شوفوا الرايه وراها واش تنسبوا بها النص النص، حنا ما عرفناش واش مغاربه بعدا، خاصهم يورينا البطاقه الوطنيه. سمعتي هذيك الرايه والشعار والصوره ديال جلاله الملك وهذه غير نصب، يدخلوا في الاول مهم المؤسسات عشان الملك وكذا، ولكن في الاخر كيضربوا في المؤسسات. يعني ما كتضرب حتى في القضاء، فين كتضرب؟ راه شكون الرئيس ديال انتم كتقولوا ان كاين ولاء جهه معينه؟ لا، كاينه عصابه، تكون عصابه، وكاينين الناس، كاينين الناس راه خاصهم يجبدوا بعض الناس اللي في الحقيقه راه كاينه عصابه، خاص الفرقه الوطنيه تاخذ معاهم الاجراءات. وحنا راه قلناها مرارا وتكرارا، وهذا بلا حدود. راه الحمد لله راه حنا كنا درنا شكايات، وكاين واحد الناس اللي كانوا تيبحثوا معنا في هذا الملف. يعني هاد الناس هادو راه خاصهم يتحاسبوا، هاد الناس هاد بلا حدود خص يكون عبره للناس الاخرين، لان هاد بلا حدود راه كان مخبي وكيسب، راه شي كلام راه انتم راكم عارفين شنو تيقول، ما خلاش العائلات. واليوم راه كان عنده الجلسه، والنقيب ديال المحامي المشكور من هذا المنبر يعينوا لي واحد المحامي. سي مجيد انت بصفتك كرئيس الضمير شفناه سبك وقال له عير الوالده ديالك اللي حنا عارفينها تشوف فيها شحال هذه راه معروفه. انا الام ديالي هذيك السيده راه ماشي الام ديالي اولا، لان هذيك السيده مسكينه عندها 43 سنه وانا عندي 53 سنه، يعني امي راه توفات هذه واحد 20 سنه، وهادو تيتهمونا بان حنا راه تجار مخدرات، تيتهمونا بالنصب والاحتيال. وكاين بعض الناس الله يسامحهم قال لك حنا بان عندنا مذكرات بحث وعندنا 40 شكايه ديال سميتو النصب والاحتيال، حنا عطيوناها شكايه وحده. سيروا ديروا الشكايات ووصلوا غير 40 وجيبوها لنا، لان حنا غادي نتبعوا القضاء، حنا ما غاديش نتسابوا مع شي حد، ما غادي نتعايروا مع حد. ان شاء الله الاجراءات راه حنا تنقوموا بها وما غاديش نخافوا. واحد القضيه واحده اخرى، واحد الميساج لواحد السيد اللي قال لك ما خصناش ندافع على الملك تيعطينا وكاله، حنا ما كندافعوش الملك بوكاله، وانت شكون اللي عطاك انت الوكاله باش تدافع على سيدنا باش تقول لي انا خصك وكاله؟ هو خص يعرف راسه بان شكون اللي عطاك انت التوكيل باش تنوب على الملك على ودي انا الملك ديالي غنبقى ندافع عليه، والمؤسسه ديال الدوله غنبقى ندافع عليها بهذه الجمعيه المتواضعه، هذه الجمعيه اللي كيسميوها المزيت. حنا ان شاء الله غادي ندافعوا، غندافعوا على المؤسسات، وغندافعوا على ملكنا، وغندافعوا على بلادنا واي مواطن. وتنطلبوا من المغاربه كاملين اي واحد تعرض للنصب والاحتيال او الاساءه او التشهير او الابتزاز من هذه القنوات، خصنا ان شاء الله غادي نديروا واحد اللقاء وغادي نجمعوا كاع هاد الشكايات ان شاء الله، وغادي نديروا وقفه حتى باش هاد الناس نطالبوهم باش يجيو للمغرب، لان احنا هاد الناس راه ما عرفناهمش واش مغاربه، لان المغاربه هاد الناس راه كيسؤل البلاد وكيسؤل المؤسسات، وبعض المرات كيطاولوا حتى على سيدنا، لكن طولوا على سيدنا. شنو الرساله اللي سابت لهم باش الرساله ديالهم ياخذوا عبره من هذا السيد هذا اللي معتقل؟ راه جوج ديال الناس اللي معتقلين راه كيسبوا، وراه عياو ما تخبي وجههم وغياو ما يسبوا، عياو ما يشهروا بالناس، خداو هذوك الفلوس ما تقدمش في الحبس، راه ما تقدم من هاد الناس. وان شاء الله القضاء غيقول كلمه ديالو.